وربنا يقول على فهمك لا تعتمد. ليه على فهمك لا تعتمد؟ آية تكررت في سفر الأمثال مرتين بنفس النص. يقول إيه؟ هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. عشان كده على فهمك لا تعتمد. يا ما في حاجات بالنسبة لك بين كويسة وهي وحشة. ده صدقني حتى في صلواتك. في صلواتك. وانت بتظن انك انت في الصلاة في حالة روحية. الكتاب يقول تطلبون ولا تستجابون لانكم تطلبون رضيا. بنطلب رضي. حتى في الصلاة ما عندناش فهم. حتى في الصلاة ما عندناش فهم. يقول لا تعرفون ما تصلون لأجله.